وليش لا يجيك وجع راس منا ابن عمي؟ لك هاي شغلة رجال هاي، طلعي منا انت. وانا ما بصير اطلب من اهل الحارة هيك طلب، ما بصير. شو هالحكي؟ انا اقعد دق على ابواب الحارة واطلب منهم يمضوا على معروض من شان ابو عصام يطلع برا الحارة؟ شو هالحكي ها؟ ابن عمي الكل ضده، هو سبب موتتها للمخلوقة الله يرحمها، ليش عامل السلم بالعرض؟ وبعدين قليل اللي صار بسمعه. طلعي منا فريال. بالعكس، ترك هالشغلة علي وعطيني يومين بس. إذا ما بخلي لك الحارة كلها تقلب على بيت أبو عصام ما بكون أنا فريال. خلصنا فريال. مثل ما بدك ابن عمي، ما رح آتي بحركة بدون شورك. سكري على القصة. حاضر. ابن عمي ما بدك جوزة لقاعود؟ ايه طبعا، عندك عروس؟ لكان انا اللي عندي العروس. اختلم اسعد البلاني اللي بتشتغل بحمام السوق، بنت مربايه ومؤدبه وعلى باب الله، يعني سكبه لقاعود، يعني طنجره ولقيت غطاها مثل ما بيقولوا. شو رايك؟ ماشي، بدي نعمل شوفها معك، لا تروحي لحالك. الله يسامحك ابن عمي، يعني انا مالي كفو. شو حكينا؟ حاضر. شباب قاعود؟ قاعود وقت. قلي شبك، ليش عم تبربر لحالك؟ خالتي عمي أبو عصام. شباب أبو بطيخ؟ أخذوه درع. وليش لحتى ياخذوه؟ شو عمل لحتى ياخذوه؟ احكي. أبو جودة هو قال إنه عنده ولد ببيته، ما بعرف قرعت أبوه منين. إيه ولد ابن أم عصام وأبو عصام في عندهم ولد ابن. استغفر الله العظيم يا رب. الوقت بيقول لك شو العيلة هي؟ لك شو العيلة هي؟ سلام الله. خالتي احكي مع صافي يشتغل معي بالبايكة. والله انكسر ضهري من الشغل لحالي. وين عم بيروح هلا هذا ظافر؟ خلص ولا تتكلم انت، بس اسمع لانك انتظر هلا وبوشك لعند ابوك، احكي له كل شيء شفته بالحارة. شو ايه؟ امرك امرك. متذكر؟ يلا لشو؟ يلا. يا لطيف ولد، استغفر الله العظيم يا رب. الوقت ايه ابن عمي؟ شو قصة هالولد؟ والله ما فهمنا منه شيء للسيد ابو عصام بالمضافة. ليش هو بيحكي شيء والناس تفهم عليه؟ والله يا فريال معك حق. العمى ابن حرام وبالبيت، ومن بين كل بيوت الشام ما انحط الا قدام بيت ابو عصام. يا أبي ما بيجوز تقول بالحرام. شو أمر زافر أفندي؟ عمي والله زافر ما بيقصد شيء، بس هو ما بده تتحمل وباله للولد. بهي زافر أفندي، لك ما بيكفي أنا ساكت عليك وأنت تارك لي البايكة ومغير حلاسك وعم تحوس وتلوس على كيفك؟ والله أعلم وين عم بتروح. كمان جاي تدافع عن أبو عصام؟ يا أبي ما بدي دافع عنه أساساً. ليش لدافع عنه؟ أنا عم بحكي عن الولد، لسه القصة ما بنعرفها. يخرب بيتك، لسه كمان عم تكتب وشي؟ العمى بعيونك صحيح؟ زافير يلا قوم روح، قوم روح على البايكة واشتغل ونك أحسن ما عم بتطق حنك مثل النسوان. يلا الله يرضى عليك. العمى لك شو صاير له هالولد؟ طول بالك ابن عمي، ما علينا منه هلا. قلي شو بدك تعمل له لابو عصام انت وكباريه الحاره؟ مو شغلي فريال، من هون ورايح ما بتتدخل بشغل الرجال. واستعجلي لي بقصه قاو. يلا حطوا اكل. السلام عليكم. كذا اهلين يا نمس. اهلين يا قاعود، كيفك؟ وينك يا زلمه؟ ما عاد جيت صرت عند ارجيله. ما بدي، هديك المره سقيتني وزيتون. يا سيدي هالمره بدي ذوقك ارجيله غير شكل. دايق شي ارجيله عم خلال؟ لا ماني دايق. حدوقك ارجيله عم خلال شي مثل الكذب. لا ليش مثل الكذب؟ كذب. ايه بدي تكرم عينك، ما بتضيع فيك. فعلي ابوك جوا؟ لك برا. شو والله كمان صار انت بتشانه. يعني خلص اعتمدت انه ترفع دعوة على ابوك؟
ما بيمشي الحال بدون ما ارفع دعوة عليه. بصراحة لا، ما بيمشي الحال، لأن المحاصصة بدها شهادات الأولاد، وأنت عم تقول إنه أخوك قعود مو مسجل، وهذا الحكي إذا أثبتوه بالتحقيق بده يصير مساءلة قانونية على أبوك، وبناء على هذا الحكي مناخد وقت لنسجل أخوك ونباشر بالدعوة. لازم دعوة يعني؟ سيد ظافر أنا واضحة معك بكل شيء عم قلك عليه، إذا حابب ترفع دعوة خليني أعطيك التوكيل توقعلي عليه. تفضل وقع لي هون لو سمحت. بس أنا فهمت، باليسار لو سمحت. أهلين سيد أبو ظافر. مرحبا أستاذي جولي. أهلا وسهلا فيك. شو طلب منك ابني؟ طلب يرفع دعوة عليك منشان يعرف قديش حصة أخوه بالورثة. امشي قدامي، امشي امشي. شكرا. أهلا وسهلا. دكتورة أبوك بالحياة يا قليل الضمير؟ شو مقصر عليك أنا ولا ها؟ شو مقصر عليك؟ لابس لي طقم وعامل أفندي؟ الأفندي بفعاله أخلاقه يا قليل الضمير. رد رد لشوف، ولا شو بدك ترد؟ قليل الأصل ما بيعمل عملتك. الأفندي أخوكم رايح لعند المحامية منشان يسأل عن حصته بالورثة. لك يخرب بيتك، يخرب بيتك، استنى لحتى موت وبعدين تورى. بعيد الشر عن قلبك ابن عمي، كش برا وبعيد. بعيد الشر عن قلبك يا أبي. بدك تاكل حق أخوك يا خسيس؟ روح انضرب فوت على أوضتك، وإذا بتطلع من هذا البيت من وراي هذا البيت ما عاد لك دخلي عليه. بدك تورثني بالحياة يا خسيس؟ تفو عليك. أختي فرناند بوس إيدك تهمي. دي لا يا رب إن شاء الله. أنا ظافر ما كان أصدق. مبروكين أواعي العرس يا قاعود. الله يبارك فيكي خالتي. هل هل هلا بدي البسه؟ لك لا، شو تلبسه بتنزعوا؟ خذهم طالعين لفوقته بدهم. يلا امر امرك خالتي. لا تلبسه. لا ما هيين جداد. ايه ايه خالتي خالتي مشان الله احكي مع ابي، يعني والله ما حلو نفرح باخي قاعود واخي ظافر محبوس بغرفته. معك حق، هلا بس يجي بحاكي. هلا 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 هلا
ببيته على هالقلب الاسود هالاب ظافر. لك ما خلى رجال الا وما عزمه الا انا وانت. يا لطيف تقول ما لنا قد المقام، تقول عم يحسب لنا هيك اخطانا مشان ما يعزمنا بس. معلش تنكي معلش اتركوا، إيش كان شاطر بالحساب وعم يحسب لنا اخطائنا، فمحسوبك شاطر بالتاريخ وبعرف ماضي منيح. لك فرحة هاي فرحة، على القليلة كنا رحنا أكلنا ودبكنا وانبسطنا شوي. كل الناس بتنبسط بعرسها وبتفرح إلا محسوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا عيشة. ليش؟ على سيرة عيشة، يعني ليش ما بتدعي على أخوها لبن لك نماس؟ وحياتك عوض ما أدعي عليه، عم أدعي عليه ليل نهار. إلهي إلهي اللي حرمني حرمتي، ربي يحرمه ضوى عيونه. والدنيا صغيرة إلا ما الله يعترني فيه. لأيمتى رح يضل محبوب؟ ربنا دخيل اسمه، قايل بالقرآن الكريم: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صدق الله العظيم. ومنعم بالله، أنا فايت نام، تصبح على خير. الله يرحمك يا عيسى، الله يرحمك. الله يبارك فيك أخي أبو عصام. كيف شغل بنتك عند المحامي جولي؟ إن شاء الله أمورها بخير. الحمد لله، نشكر الله. الحمد لله الحمد لله. إيه ألف الحمد لله ألف الحمد لله. أبو ظافر. يا نعم. معيتك، خليني أبقى أشوفه أبو ظافر. إيه إن شاء الله إن شاء الله. بتسلم على بنت عمك وبتبارك لها وبتصلي ركعتين على نية يضل بينك وبينها مودة ورحمة. ولا تنسى هاي المخلوقة حبيبي صارت أمانة برقبتنا، يعني منا وفينا. فهمت ابني؟ أمرك أمرك يا عبي. بعرف بعرف. يلا قول الله. قعود. الله يبارك فيك أخي. الله معك. ظافر تعال حبيبي تعال. بسم الله ما شاء الله. شو حلوة انت، حلوة كثير. مبروك بنت عمي. الله يبارك فيك ابن عمي، عيونك الحلوة. انا اسمي قاعود.
ابن الجمل يعني. أبي قال لي لازم نحن نصلي ركعتين. ونعم بالله. ايها أكل رجال على قد فعاله. لا شو هذا الاكل؟ شو عنا عزيمه؟ مشان تتغذى ابن عمي. ايه ايه تغذى. ايه بعدين مو انت قاعود ابن الجمال؟ ايه انا قاعود. ايه كل تقبلني كل هاللقمه. والناس عم تحكي وتضحك ومبحثت القصه بكل الحاره وشروي غروي وخدني اجيتك وعم بيقولوا مانن عم يسكتوا وعم بيعدوا مع انه القصه ما صار لك مساعد زمان يا دوب. قال انه هي عم تقول انه ابنها. ايه معناتها ابنه لإله. ايه معناتها ابصر من متجوز. لا متجوز ولا بطيخ. الولد لقيوه قدام بيته قال بده يربي ويسجلوا على اسمه. والناس اللي سمعت هالحكي جنت. ولك حتى انا جنت. معلومه ابن عمي بتكون جنه وتفنه كمان. شغله بتحط العقل بالكف. لا بتنزل لا بميزان ولا بقبان. قال شو ابني ومسجل على اسمي وبالنفوس كمان. شو هاي القصه ابن عمي؟ هاي في وراها إنا. وانا قلبي ما انه مطمن ولا مرتاح. حاسست لك كانه في وراها فضيحه. إيه هو مو سائل على الفضيحة بس الله بده يفضحه. اللهم آمين يا رب العالمين. يلا سكري على السيرة. آه إيه بنتي سلمى شلوني وشلون قاعود معي؟ أوعك تزعليها. أعوذ بالله عمي قاعود تاج راسي. الله يرضى عليكي يا بنتي. الله يرضى عليكي يا بي. قاعود إمتى رح تنزل على الشغل؟ رح أين على الشغل يا أبي؟ بكير. شو جابك بهالليل؟ جيت مشان اخذ محلك لانه لساتك عريس. الله يخليني اياك يا اخي، انا بحبك كثير. يا خاطرك. تاخر بكره ايه؟ امرك اخي امرك. في جثة بقلب البايكي. يا لطيف هلا الحكي. ايش نعمل؟ بتعمل حالك تروح على ابو صافر وبتاخده معك وتلاقي لي على البايكي. امرك سيدي. لا لا يا العظيم. يا ابني اعطيني الكولونيل جان. احترامي سيدي. سيدي وصلتنا اخباريه انه البايكي تبع ابو صافر مفتوحه
والغنمات هربانين وفي جثة واحد مقتول. نعم سيدي هيك بتقول الإخبارية. حاضر سيدي. احترامي. يا رب شوف 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 شوفي فتشتوا المكان منيح؟ نعم سيدي. وعرفتوا الجثة لمين؟ نعم سيدي، حرزنا الموجودات والمغدور هو ظافر بن أبو ظافر. بتعرف شو بدك تشتغل يا بجودة ولا علمك؟ ولو سيدي اكيد بعرف. تابعوا سيدي. لك حدا يفهمني شو عم يصير؟ كسرت ظهري يا ولدي، كسرت ظهري. بكرت كتير يا ظافر، بكرت كتير. اسمعوني يا رجال، عزل ظافر ما فيه حتى أعرف غريمي. يا عبيد يا عبيد، نحن لازم نقتله للي قتل أخي ظافر. معلوم يا أبي معلوم، دم أخوك ظافر راح يروح حلو. يا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فوتوا 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 يا ابني فوتوا. تعالوا الجنب يا ابني. انا جبت شغيلة على البايكة، هدول اللي بيعجبوا خاطرك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا أبي. ما؟ نعم عمي. أمانة الجعود حطه بعيوني عمي. ابني
قوم على اوضتك نام مشان تروح على شغلك بكي. نعم تصبح الله يرضى عليك يا عبي. الله يرضى عليك قومي. الله يرضى عليك. فريان توضيتي؟ متوضية أنا ابن عمي. طيب حطي غطا الصلاة على رأسك وجيبي المصحف. شو بدي احلف ابن عمي؟ بدك تحلفي يا فريال انك تكوني امينه على هذا البيت وما تخلي لا اسمه ولا مكانته تنهز. بدك تحلفي انك تكوني امينه على نعمه وبهيمه وقاعو وسلمى. وبدك تحلفي كمان انك تكوني امينه على كل قرش بهذا البيت. وصيتي كتبتها وحطيتها بالسلم وحطيت معها كل شيء بملكه. فشو قلتي يا فريان؟ هذا عمره الطويل ابن عمي والله رح يوقف قلبي. ليش هيك عم تحكي؟ لا بقى تحكي هيك. هذا حق يا فريان. قولي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. صلاة تقبرني، ما بدك تصلي؟ ابن عمي، ابن عمي، أبو زافر، أبو زافر، أبو زافر. لا اعطيتك حقه سيدي للخاروم. لا لا ما اعطيتني. هاتو خروفي هاتو. لا اعطيناك حقه. لا انتو بدكم تنصبوا علي حق خاروم. فشرت بنص عينك. شو ننصب ما ننصب؟ طبلوا بالكم طبلوا بالكم يا رجال. خروفي اهلين نمس اهلين تركي الحقني. هاتا وهات بدهم ينصبوا حق الخروف. قديش اعطيتو حق الخروف؟ 3 ليرات. وشو شايفو حمار ليبيعك الخروف 3 ليرات؟ شو جاي تتفقس علينا انت التاني؟ سد بوزك انت وياه واحملوا ضرب طريقكم ودرمني من هون. يلا لشوف انتو اتنين نصابين. ايوه مثل ما سمعتوا عمي انتو اتنين نصابين. قعود بديش بعتوا الخاروف؟ ب10 ليرات. شفت شلون انك نصاب؟ يلا نلعب هون ولا انت وياه. اسم لنا جبريتي عصاني من زمان ما سقيتها وحياة كل مين على بضاي رعد للعشرة. وش كان لقيتكن قدامي؟ ليش جبريتي من دمكن؟ 1 10. اضوي عمي اضوي اضوي حرانا دانكي لعيونك. خليك مع قاعود انا واصل على الحارة اعطيهم الخبر وراجي. الله ييسر لك. مع السلامة. تعال سكي وتعال نقعد هون. تعال يا بنتي انتي بالعدة وما بجزلك تشوفي حدا او تحاكي حدا الا بامور ضرورية كتير.
أمر الباكي أمر مهم كثير لأنه بيخص رزقكم. وقاعود قاعود الله يرضى عليك جيب لي كاسة مي. بأمرك شيخي يا حرمة جيب جيب يا قاعود بدي إياها منك أنت الله يرضى عليك. أمرك أمرك شيخي. وقاعود الله يحفظه ويخليه ما عم بيعرف يشتغل، مشان هيك بدنا نسكر البايكة لبين ما نشوف حدا نأمن فيه بالرزقة. بقى شو قلتي؟ ردي لك أختي بجز لك الرد. أنا ما بدي سكر البايكة يا شيخي. ولا نحن بدنا إياها تسكر لك بنتي، بس بالوضع الحالي لازم تتسكر لبين ما نشوف حدا نأمن فيه. وفكروا بالموضوع. تفضل تفضل. الله يرضى عليك لك يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. خلي طريق يلا يلا تفضل تفضل شيخي. يلا يلا قعود بدي اطلب منك شغلي. مريني خالتي. بس تخلص من شغل البايكي بدي تنزل على الحارة تتقص لي على سعيد وأخباره. سعيد أبو سليم؟ إيه أبو سليم ما غيره. ليش خالتي؟ عم فكر سلمه البايكي. وأنا شو بني؟ لا أيوه ما فيك شي أنت عسلامتك، بس تقبرني يعني. أنا قلت لحالي بيساعدك هيك يعني بيشتغل تحت إيدك إجير. ها؟ إذا هيك؟ إيه ماشي. خلص خالتي، معناتها بس تخلص شغل بتروح دوز دغري على الحارة وبتتقص لي عنه وعن أخباره بدون ما حدا يحس عليك. ما بدي حدا يدرى. أوعك تنسى. إيه ما 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 بنسى. سلمى الله يرضى عليك، تعملي لنا فنجان قهوة؟ أمرك خالتي. قومي. وهي أحلى كاسة مي. طبعا عمي بشير. عشت عشت. حبا قاعو. أهلين رفاعي. أخي هيك قال لي سليم، قاعد بالبيت وحابس حالي. سيدي الله يهديه ويرجعه لشغله. ما بظن لك أخي ما بظن. والله قولتك يا بشير، يلي فيه سوسة صعب ينساها. أي والله. هلا أبو سليم حافظ حاله بالبيت؟ بحلا لك أخي مو حابس حاله، بس قاعد لا شغله ولا عمله. شو بده يعمل؟ قاعد بالبيت. طيب ليش؟ بقى يخلو. ايه يلا السلام عليكم. وين رايح؟ عود لسه ما شربناك شاي. هات له شاي. هات يلا عمي. الله يديمك يا عمي بشير. والله بدي روح. السلام السلام عليكم. الله معك. عليك عود. انت متاكد؟ ايه ايه هو بالبيت وشحو ابنه عم يبيع فول ومسبحه وهو قاعد بالبيت عواطلي. لا ما نوع عواطلي. انت قاعد روح شق على الباكي عود فيها ولا تبيع شيء. ما بدي حدا يفكر انه نحن مسيبين رزقنا. انا بعرف 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 بيع. لا تخافي خالتي. يلا يلا اتكل على الله. يلا خاطري. مع السلامة. نعمة مرزوشة تقلم ولا تدوم. حتى واقب شوكات. السلام عليكم سيد عصام. عليك سيد نزار. خير سيد عصام فيك شيء؟ هلا هيك بدنا نشتغل. بلي شوفي ليش تلفون ما عم يرن؟ تلفون ما عم يرن؟ ايه ما عم يرن. ايه بركي ما حدا عم يتصل فيه. اه شلون يعني ما حدا عم يتصل فيه؟ هلا هو واحد من اثنين. ايه يا اما ما حدا عم يتصل فيه. ايه يا اما ما في حراره. حراره؟ ايه. وشو حالتها هي الحراره؟ انا يعني بحصلك يا بالمقسم وبشوف لك شو قصته. ايه ايه استول على عرضك. فحصلنا يا فحصلنا يا منيح الله يوفقك. خلص ولا يهمك. بس يعني كمان انتوا بالبيت يعني دير بالك الاولاد ما يكونوا رافعين السماعه. لا 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 ما راح تخلي حدا يرفع السماعه. حتى لو رن ما تخلي حدا يرفع السماعه. خلص بس انت فحصلنا يا بعيتك. خلص ولا يهمك. كتر خيرك. لا تواخذني. لا تزعل مني انا ما دخلت. لا 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 تواخذنا نحن. سلام عليكم. اهلين سيد نزار. يخرب بيتك. شوفي بنتي نحن صار لازم نحكي بأمر مهم كتير، خاصة بعد ما أبوكي راح لرحمة رب. الله يرحمه. آمين يا رب العالمين. أبوكي يا نعمة كان يعني معززكم ومكرمكم، معزز هالبيت ومو مقصر عليه بشي. مزبوط مزبوط خالي.
حتى بعد ما راح ترك لكم عز وما قصر. والله يا خالتي أنا ما بعرف شيء، وانتي بتعرفي وضع قاعد. عندي بنتي عندي، بإذن الله ما رح أقصر بشي. بدي إياكم تضلوا معززين مكرمين مثل ما ترككم أبوكم، ما بدي إياكم تنضاموا. ما عم أفهم عليكي خالتي. بنتي أبوك يأمني، في مالكانات كتير ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأموال، نحن ما في عنا رجال وما حنقدر نديرها. ومثل ما قلتي يعود شايفة شو وضعه، درويشه على باب الله وما رح يقدر يعمل شي. نحن لازم نعرف شو بدنا نتصرف. يا خالتي ولا ما عم أفهم عليكي، شو قصتك؟ نعمي أنا بدي أخذ مشورتك إنه نسلم سعيد أرزاقنا. خلص خالتي اللي بتلاقيه مناسب عملي. لا حبيبة قلبي، أنا وياكي لازم نتفق سوا، وغير هيك سعيد بنعرفه، نعرف أصله وفصله، وهيك وهيك قاعد بدون شغل. خلص بأمرك أنا. أهلين بشيخي. يا أهلين وسهلين. عن إذنك شيخ. معك يا خالتي. يا تفضل شيخنا. تفضل. الله يزيد فضلك ويصبرنا ويصبرك جاه المولى عز وجل، بس والله ما كان في داعي يا اختي. زيتك عزيزه وغاليه ولو يعب الشوب. شراب شيخي، هذا تحميص مادي. ما شاء الله ما شاء الله. انت بتعرف شيخي، بعد المرحوم ما بقينا لا سند ولا ظهر، وانا محتاره وملبكه، ماني عرفانه شو اعمل مشان هالبيت. حق معك يا اختي. والمرحوم ترك لنا مالكانات وأراضي من خير الله وخيره، يعني ما لي عرفانة شو بدي ساوي، وانت أدرى قديش الوضع صعب، يعني فهمك كفاية. الله يكون بعونك يا أختي، والله بعرف، وشو فينا بنساعد لنساعد بإذن الله تعالى. شيخي أنا بدي هالولاد يوقفوا على رجليهم ويضلوا معززين مكرمين مثل وقت كان المرحوم الله يرحمه، مشان هيك بدك تساعدني وتوقف معي. ما بدي اياهم ينضاموا، الله يخليك. لا بتقصري، لا نحن مقصر ان شاء الله تعالى. بشو عم تفكري؟ تفضلي انا عم اسمعك. يا عليم الله شرفتوني. يا اهلين وسهلين. اهلين وسهلين فيك والله. بقى شو قلت يا ابو سليم؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا شيخي، يعني بيت ابو ظافر على عيني وراسي، بس ما بعرف يمكن ما تزبط لا معي لا معه. يا ابني صفيان الحريم لحالهم وانت محتاج شغل وما راح تقصر، يعني مصلحه للطرفين، وهي قعود جاي مخصوص مشان ياكد لك هالشيء. ايه ابو سليم كلامه للشيخ مزبوط. طيب شيخي انا مع مين بدي اتفاهم؟ يعني مع قاعود؟ هاي بتتدبر، بس انت المهم تفكر بعقلك وشوف مصلحتك. نحن اهل والحال من بعضه لك ابني، وهلا الوقت صعب والغلا كل ماله عم يزيد ويزيد وعم يضيع الناس لقمتها. والله طيبين هالشايات يا عمي ابو سليم. صحة وانا، وبكره ان الله راد بمر عليك وبنحكي. ماشي مشي شيخي، بس يعني إذا صار نصيب واتفقنا بدي يضل الحكي بيناتنا، يعني ما بدي كل شوي نطلع حدا يعمل علي معلم ويقول لي بيصير وما بيصير. واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان شيخي. حق معك، ويسلم تمك يا أبو سليم. صحتين قاعود. على قلبك. الله يخلينا المعلم قاعود. ليه أبو سليم؟ سيك عمي دق لي هالشايات، دق لي هالدمعة واعطيني رأيك، طيبين ولا مو طيبين؟ ايه ايه والله طيبين. انا كل مرة بجي بدي اعمل شاي الببور بخاوز وما بيشتغل. بيكون بده نكشة، الله يصلحك انت التاني نكشة. كله بده نكشة. ما قلت لي مبسوط بهالجوازة؟ يا زلمة
شو حلو. الله يهنيك والله. وخالتك فريال يعني ما شاء الله عليها، يعني حلمة مرتبة وبنت أصل وما في منا، مو هيك؟ إيه والله ما في منا. وعم تدير بالي عليك وعلى حرمتك وعلى أختك، مو؟ أبا ضايع خالتي فريال. شو هذا اللي ببطنك؟ هذا حجاب. حلو الحجاب، الله يحميك. الله يخليك يا أبو سليم. لك قاعود عندك لسر مطرح؟ قول انت ما بتعرفني ابو سليم؟ ها بيني وبينك انا تعبت من هالدنيا، تعبت كتير. لك قاعود من يوم ما تجوزت بنته لابو حصان بواب الدنيا كلها تسكرت بوشي، ما فوت لعندهم على البيت الا وبيحسسوني قديش اني صغير. بس انا خلاص بدي غير حلاسي، بدي غير حياتي ودنيتي، بدي جرب حظي من أول وجديد. يعني بدك تتزوج؟ ايه. انت شو رأيك؟ والله كثير حلو حلو قعود. المحروسة اختك مخطوبة شي؟ ليش عم تسأل؟ ولا شي ولا شيء، يعني انا يعني انا بس يعني بدي اطمن عليك وعلى عيلتك، يعني انا بدي اياك تعتبرني اخوك الكبير، تعتبرني عمك خالك اللي بدك اياه، يعني يعني بس بدي اطمن. ايش ايش اشرب اشرب شاي. نشرب. الشرف عمي ابو سليم، انت صرت المعلم. لا اعوذ بالله، انت بتضل معلمنا قاعد. شرف شرف. لا انت انا هون. وهي استلمت الشغل يا ابني، ومبارك عليك. ولا تنسى يا سعيد قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. وجماعه امنوك على رزقهم. ان شاء الله بكون قد الحمل شيخي، ان شاء الله بكون قد الحمل ان شاء الله تعالى. وانتبه يا ابني، هون الشغل كله بفواتير ودفاتر، يعني كل شيء بتشتريه بتبيعه وبتسجله، واذا الجماعه طلبوا اني راقب له الحسابات فبمر عليك كل اخر اسبوع. شلون يعني تمر علي؟ عم بقول لك اذا طلبوا مني. شو عليك؟ بامرك شيخي، بامرك اللي بتريده. خير ان شاء الله. اعملكم شاي؟ لا انا بعمل. لا انا أنا بالإذن. السلام عليكم. الله معك شيخي. فشو قلتي يا أختي؟ ماشي مولانا، يعني بفكر بالأمر وخبرك هالكم يوم. بالنسبة لسعيد أنا سلمت الشغل البايكي والأمور ماشي والحمد لله، وسعيد ابن حلاله ما رح يقصر، وإن شاء الله رح يكون رمز للأمانة والإخلاص. هو بيعرف يعمل شاي كمان، بس مو مثل مرتي. الله عليك يا قعود، شو دمك خفيف. خدي طريق يا أبي. يلا 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 تفضل شايفيك. يا علي عليك يا سعاد، شو رح تروقي يا أم الولد؟ سعيد بده يطلب إيده. وكلتيني يا بنتي؟ ايه وكلتك شيخي. الله يرضى عليكي، بدي اسمع منها هي. ايه وكلتك شيخي. على خيرة الله. في عندك شروط تانية غير يلي قالت عنهم خالتك؟ لا شيخنا، هدول هني. خير ان شاء الله. اول شي سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. والله لما كنت مقهورة وقلبي حزين كنت زلطت لك يا نعمة. شبكي نعمة؟ خايفة؟ والله ما بعرف يا سلمى، وين بدها تاخذني الدنيا بهالجوازة؟ لا نعمة لا، لوين بدها تاخذك يعني؟ لازم تفرحي وتنبسطي، لك انت اشتريتي رجال، رجال حقيقي. بعدين وين بدك تاخذك الدنيا؟ انت اللي بدك تاخذيها، ولا مطرح ما بدك، مو هي اللي بدها تاخذك. هلا بس يروحوا
بنجيب لك عصير لتبلي ريقك ولحتى تحلي تمك كمان. ألف مبروك. خير يا أبي، بعت وراي. إيه بعت وراك. قاعد ساوي لنا شاي ونفس أرجيلة. أمرك أبو سليم. اللي يا أبي. أخوه أبو سمير الحمصاني الله يرحمه صاحب الدكانة. أبي مر له عندك؟ كل شهر. بس ليش يا أبي؟ بتروح بتحركش لي عليه وبتجيبه وبتجو لعندي. أنا نويت أشتري الدكانة. وبتصير كل آخر شهر بتدفع لي الكرئ لي بدل ما أدفعه له. شو رأيك؟ تشتريها؟ إيه بشتريها. ليش لحتى ما أشتريها؟ أبو سليم أنا يا أبي، أبو سليم أنا. بس وينك؟ هذا الحكي بده يضل بيني وبينك ها؟ مو مشان شيء، مشان الحسد وكلام الناس وعيونهم. فهمت علي؟ أمرك يا أبي. بتشوفه للزلمة وبتجو أنت وياه لعندي. مثل ما بدك. عاوز شيء؟ لك شو عاوز شيء؟ ما بدك تشرب شاي؟ يرجع الدكان يا أبي. روح الله يرزقك. السلام عليكم. مع السلامة. شايف لك سليم؟ بعد كل شيء كده دفعناه بهالدكانة صارت إلنا. إيه والله يا أبي. ولسه يا أبي لسه. لسه الخير لقدام. مبروك سليم مبروك. الله يبارك فيك. بس حسك عينك ها. حسك عينك حدا يضرب هي القصة. بضل بيناتنا. وكل أول شهر بجيب لي كرت دكان لهون، عم تفهم؟ يا أبي فيني أسألك سؤال؟ لا يا أبي. بعدين. بعدين بنحكي. أمرك. هلا ايش قد بيسور راس عنا ما بعرف، بس بسألك. اسأل اسأل. تفضل سهري. ضيفه، ضيفه لمزيان بيك. تفضل مزيان. بيك. بيك بيك. أنا عود. بس أنت ما قلت لي كم راس بدك؟ قد ما في بشتري. حلو. شو عندك روس بشتري عمي؟ بس هذا الحكي بده ضل بيني وبينك. ما بدي أبو جودة ياخذ خبر عن القصة. ايش دخل أبو جودة؟ طب جودة ما له دخل أبدا. خلص أنا بظبط مأزونية، بروح بدقدس وبسألك وبرد لك خبر. بس هلا خليني روح كمل الدورية مشان ما حدا يحس. وكراميتك عندي. عراسي، من قليل حبيتك من أول ما شفتك أنا. تفهم لأنك. سلام. الله معه. سهري انت بدك تشتري خواريف؟ ايه بدي اشتري. الاسعار كل مال عم تشد وتقوى، ونحن لازم نستفيد من موجه الغلاء. لازم نستفيد. بكره بتشوف قديش رح يصير حقه كيلو اللحمه. بده يغلى؟ خير الله. طيب ليش ما بتروح تشتري الطرش؟ رح اشتري. رح اشتري طرش مع تيسو. لشو التيس؟ عنا كيوس كتير. بالله عنا؟ ايه خير الله. اطلع عدلك يا هون. لا لا خلص ما في داعي. انت بتيوس افهم مني. ايه ايه. دست. دستين. ثلاثة. ثلاثة تسوتة وشكة. يا لطيف شو محظوظ يا أبو سليم. ثلاثة تسوتة وشكة وبنج. كلها تسوتة بتضلك بتجيب. يلا يلا اتركوا من ايدكم وتعوا كلوا سموا كلها. ايه لغوين قايم بدنا نكمل؟ لا ما بدي. المسحوب مغلوب ها؟ ايه ايه مسحوب. مفوت حجرين انا خالتي. قرب قرب قرب. صبي لي شاي نعناع. سعيد بسألك سؤال. تفضلي خالتي. الدكان اللي عم يشتغل فيه ابنك سليم واللي ما شاء الله عم تقص ذهب احمر شو بها؟ من انت كاريها؟ مو كره. الدكان مو كره. مشترى؟ ايه خالتي شري. عمي ابو عصام اشتراها وانا صرت اعطيه حقها شوي ورا شوي. ايوه يعني مشترى من جديد. من كم يوم كانت اخر دفعه. طيب هلا باسم مين هي؟ ليش عم تسألي خالتي؟ سؤال ابني عن غير عباية هيك يعني. طب انت منين عرفتي؟ الناس بتحكي يعني بالحارة هيك سمعت عم يحكوا، ومثل ما بيقول المثل حارتنا ضيقة ومنعرف بعض. المهم المهم اللي باسم مين هي؟ باسمي. ليش؟
مشان المره تعرف كل شيء. من الناحيه اطمني، مرتي بتعرف كل شيء. بوران؟ طبعا بوران. مين لك؟ ليش بس بوران مرتك؟ اسمعي على الحكي حبيبتي، اسمعي. عم ناخذ ونعطي، عم بمزح معك سعيد. تفضل تفضل كل. يا لطيف يا خالتي، شو بيجيب تسوتي؟ كثير محظوظ ابو سليم. نحن ما رح نبيع شيء ليفوت رمضان. الخروف رح يصير حقه هذيك الحسبه، والناس ما معها تاكل حواضر، نجي نحن نبيعهم لحمه. يعني لحامه الميدان ما اخذوا؟ لا انا ما عاد بيع بالتقسيط. انت بتعرف قديش قلنا ديون عند العالم؟ لا ما بعرف، لانه ما بعرف اقرا، بس خالتي هي بتعرف وهي قالت لي. الله يعطيكم العافيه. علان شيخي الله يعافيك. ايه شيخي زارتنا البركه. شرف شرف شيخي. لك ابني ليش موقف البيع؟ ايوه قعود ساوي له شاي للشيخ، ساوي له شاي. لا قعود لا تساوي شيء، مالي جاي اشرب شاي ابو سليم. شيخي من الاخر، البايكه ديونه كثيره، وانت بتعرف انا ما بشتغل الا بنور الله وبالامانه. ما الا بهالحديث ابو سليم. انا بيع ما راح بيع لحتى الناس تسدد ديونها، ما راح اترك مال الزلمه بايدين الناس. لا اكيد لا، بس هيك حال السوق يا ابني، والناس لها عند بعض، ومثل ما فهمت ان الديون عم تتسدد كل قصة بوقته بترمو. انا هي قصه الترم ما حبيتها شيخي، ما عاد تنفعني بنوب، غلط شيء. يعني مو معقوله انا اخذ حق الخروف بعد ما الناس تذبحه وتاكله وتهضمه. شيخي انا حاسب ديون البايكي، وما رح يطلع خروف واحد من البايكي لحتى ترجع كل الديون. هل هيك كان ابو ظافر يبيع ويشتري؟ الله يرحمه، بس هو راح وتارك ديون شيخي. ها تارك ديون ابو ظافر، تارك الثقه بالتعامل بينه وبين الناس. لك ابني الرفق مفتاح الرزق، وانت عم تغلط. السوق كل ماله عم بيطلع، والخروف صار حقه هديك الحسبة، والبايكة مخوطرة إذا ضلوا المصاري بجوب الناس. تعا عود محلي شيخي، عود محلي وقلي شو بتعمل. بعمل بنور الله، ومثل ما كان يعمل أبو ظافر الله يرحمه بمعاملته للناس، ولازم أنت يتعاملون أحسن. لك يا أبني من علامات التقوى أن تحسن معاملتك للناس. شيخي خالتي قايلت لك شيء؟ مو مهم، بس أنا من خوفي عليك جيت أقول لك هالكلمتين هذول. مكتور الخير. أنا بالإذن. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخي. الله معك شيخي. الله يا قعود، خالتك ما عم تقصر بنور. إيه والله، واليوم طابختنا بامية. هي قالت لك شيء على لحامة الميدان؟ إيه هي بتعرف، وهي قالت لي اسألها لسلمى. هلا انت ما عندك الا اسألها لسلمى واسألها لخالتي. وانت كمان ما عندك غير تعمل شاي وما تعمل شاي. روح اعمل شاي، روح روح. السلام عليكم. شو صهري قال ما بدك تتعشى معنا؟ لا والله معدتي مو لقياني. معدتك؟ ايه معدتي. ما بتعشي انت؟ والله كنت عم استناه. لا كلوا ان شاء الله صحة، وانا عندي شغل بدي اقضيه. قاعود لا تأخر الصبح الشغل. ها اكيد ما رح يتأخر رزقه. بدك شيء؟ لا تقبرني سلامتك. تسلم لي المرضي. انا كبرت البيت الجانة ودندلت الجراسة ونسيت قفة الهم اللي كانت على راسها. ولك نعم لك على خشطة رائع مشتا زبالة وشاكل وردة. والله ما أنا عايشة هي اللي عايشينه. مو عيشة مو عيشة بنوم. بالصبح نقار وبالليل نقار. متكسر على البايكة اللي لقلق، نجي من البايكة اللي لقلق. ما شاء الله عليها باجو، الله مولاها. إذا انفتح غير الله ما عاد تسكره. طب ابن عمي مو قلت لي بدنا نطلع من هذا البيت ونسكن لحالنا؟ بلى، بس هي بدها حسبة ثانية. شلون يعني؟ خليني اخلص هلا من كل هالقصص، بعدين باخذ لك بيت سياحني راسي وراسي لحالنا، ما حدا بيزعجنا بالدنيا كلها.
طب اهلي وخالتي شو بدنا نعمل؟ يعني ما بخلص منهم تطلعي لي انت؟ والله ما عم افهم عليك. ما ضروري تفهمي، بعدين بتفهمي. اليوم جاي لعندي على البايكة المحامي، بدي احكي انا وياه شوي. مشان شو؟ خالتي شو اعمل؟ انا بدي اتخسر. جيت اقبر قلبي، اكيد لازم تتخسر. قومي تقبريني سلمى، تركي من ايدك وفركي له ظهره. حاضر مرت عمي. حضر لك الخير والله يرضى عليكي، يستاهل، لانه خطي تعيب وكسيب واصلي. الله يحميه بجاه محمد. على القليلة مزاريبه لجوا مو لبرا. قال كل ما حدو بيت السلطان خيل هون الخنفسة بتمد رجلة. شو قصدك خالتي؟ أنا الخنفسة؟ لا أيوه تقبرني. مين جاب سيرتها؟ اللي بعتلي حمى نهز بدنا. كل تقبرني كل وتغزة. عم تشقى وتتعب مشاننا ومشان راحتنا. عم بتهد وتبني وتعمر. يا علي يا علي كل تقبرني كل. على فكرة أنا خلصت جلي وليتني هلأ عم بشتغل هون، يعني قاعدتلكن عم بستنى لحتى تخلص هالصفرة الملوكية مشان قش وضب أحسن ما يلحقنا العت والوخم. وبالمرة خبروني بس تخلصوا مشان غسلكن دياتكن. تعرفوا شو الواحد بس ياكل بحط بدنه وبيرنخ. مشان هيك قوموا فوتوا على الأوضة نظفتها ومقطفتها وعم توجوج. لا تنامي كثير سلمى. حاضر مرت عمي. يلا يلا فوت عمي فوت. في معي غريب؟ ها الحريم فوت على الأوض. شرف عمي شرف. يلا خليك قعود. خليك مرتاح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا البيت سيدنا، هون في مطبخ وهنيك ليوان وفي خمس أوض تحت مشي، وفوق في ثلاث اوض وفي ششمتين، واحدة فوق وواحدة تحت. والله هاد صعب ينسم يا ابو سليم. وليش صعب ينسم؟ ما في شيء صعب عمي، كله بيصير. الله يرحمك يا عمي ابو ظافر. تعيش، عمي ما بترد لي خبر هلا، صفون ورد لي خبر بعدين، مشي؟ ان شاء الله بصير خير. شرف سيدنا شرف. يلا. يلا. سليم. السلام عليكم. عودتك لا تروح. راجع. شرف سيدنا شرف. الله معك. الله معك يا حسان، الله معك. الله معك. خير مرت عمي؟ بشو عاوز تيني؟ شو لك سعيد؟ عم تقطش وتلحش من راسك؟ لا وجايب ابو حسن المعمرجي وبدك تقسم البيت وبدون ما تاخذ شور اصحابه؟ لا مرت عمي كم بدي اخذ شورك، بس شفته بالصدفه قلت لحالي يجي يشوف. بعدين انا شايف انه اذا بنقسم اريح لنا والكم، يعني بنقصرها بيخلص القيل والقال. وليك نعمه؟ اسالي اياه. ليك سعيد يكون بعلمك هاد البيت ما بيتقسم، عم تفهم؟ وإذا كنت مجعوز ومتضايق وما عم تاخذ راحتك انت على مرتك روح دبر لبيت تعيش فيه. بس بيت أبو ظافر الله يرحمه ما بيتقسم. لك بدل ما تروح تدور على تقسيم البيت روح الكود ورا الشغل اللي أمناك عليه نحنا لحتى تطعم كوم اللحم اللي برقبتك وخص نص بعد ما طلعت مرتك حامل. يا رجال بعد هيك سانك اكل القط راجع عليك. I'm
طيب لي بحمها المقوص تارك مره مثل فلقة القمر وداير على حل شعره. بس شو عليه؟ دباره عندي انا بورجيه على ابو بريس. لعيونك احلى زهور والله. تعي يا زهور تعي. لعيون زهور. لعيون زهور. كل لعيون زهور. لعيون زهور تفضل ابن عمي. شرب يا قلبي شرب. ولي على قامتي ليكي كيف وشه اصفر. الله لا يشعل خير على هالعملة. الحمد لله. قوم ابن عمي قوم ريح شوي تقبرني. اطلع ريح. يلا. شايفة ديك المزابل جوزك شو عامل؟ شبك خالتي ليش هيك عم تحكي؟ بعدين بركي قاعد عم يبالغ بالحكي. ومن ايمتى بيتاخد على حكي قاعد؟ ولك صاير عم تعصي على اخوك مشان تدافع عن مقصوف الرقبه جوزك. ومين اللي على قوتك؟ قومي تضربي انت وجوزك. يلا يلا فوتي فوتي. شرف صهري. يلا يلا. شرف استاذ شرف. شرف شرف. منو هاد؟ تبع البصمة. محامي. محامي ولا شو؟ عارف. فوتي. شو وين نعمة؟ هون نعمة. تعي. شلونك نعمة؟ كأنه في حدا معبي براسك لحتى ما عم تردي السلام؟ لا والله ابن عمي بس تعبان شوي. بعدين وينك غايب كل هالمدة عني؟ مو وقته هالحكي. وطي حطي على راسك وتعي معي. مشان شو؟ وانت شو بدك فيها؟ انا هون رجال بجيب الشاي والضيافه. لا غنى عنك اخي قاعود. انا عم بحكي مع مرتي. يلا على السريع. بس اللي شو في؟ لا بدنا نساوي البطيخ التوكيل مشان اجراءات الورثه وهالقصص كمان. ولك انت ليش عم تلبسي النعمه؟ لك ليش عم تجي ضد حالك؟ بس فهميني مشان الله. مو بدك الشهود؟ انت لا تدخل. كل مرة بدي لك لا تدخل. خلاص ما بدنا شهود أخي. فوتي حطي على راسك والحقيني. يلا لك شو قصة الشهود؟ ما بعرف. هو هيك قال له. هداك قال له. لك أضرب على حظي أنا. والله يا عم تحكي الحق لك أختي. يا عم تحكي الحق. نحن طلعنا ولا نزلنا شرشنا واحد وبتضلي أنت من عظم الربي. واللي صاير لك أختي والله أنا شايفه وبعرفه وبعرفك وبعرف حالي. بس أصلاً ساكيد أنا ما بدي أشتغل إلا بالأصول. ليش اللي عم يصير أصول أخي أبو عصام؟ وقلي يلا أختي. يعني بلا مستحى منك. هلا الكلب وقت بيعوي أنت أكبر قدر بترد عليه غير الكلاب اللي من جنسه. طيب أنا شو أعمل هلا؟ ما في شجرة وصلت ربها يا أختي. إذا بدي أقول غلطت من الأصل بيها جوازي كون عم أشحت كرامة بنتي. والله وانا والله كرامي تصير ميتها عندي اهم من راسه. وبنتنا ما بترخص. اذا هو مرخص حاله ينقبر. هاي وحده.
تاني ياكل مين بيشتري أدرب ما عرفته. أنا هذا اللي عندي وبنصحك تتحاشي قد ما بتقدري تحاشي. ليش أنا عم قارشه؟ والله ماني عم قارشه، بس شو ذنبها المسكينة الحبلة اللي لاحشها وما عم يطل عليها؟ لا وشو بيتحجج إنه أنا عم كايده ليل ونهار؟ بس والله كل شيء عم ساويه أخي أبو عصام مشان ما يتقسم البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك أختي والله أنا ما أحكي مشان أدريك وقيمتك، وأنت أدرى يعني الله أنت أرميت واحد زلمي. إيه والله إنه زلمي الله يرحمه، ولو غلط فيني والله بيشهد. أنا لو كان عايش هذاك أختي الله يرحمه أبو ظافر كان فكر هيك؟ لا والله. إيه بدك تحليها أختي من الورتي؟ أين الأخير؟ حليها من الورتي والحق ما بزعل حدا، الله يرحمه عنده بنتين وولد والورتي حق. أنا حاحكي لك مع المحامية إذا بدك، وهي بتفاهمك القصة على حبتها نيح. طيب وهو والمحامي اللي حاطه والشي اللي عم يساويه بالمحكمة؟ اسبقيه، حطيها برأسك هاي اسبقيه. ولي على قامتي والناس بتصير بتحكي علي شروي غروي، بدها تقول استعجلت ولسه ما نشف التراب تحته. ولي على قامتي لا ما بدي، الناس ما لها غير لسانات. الله يوفقك يا أخي أبو عصام. وأنتي قلتي يا أختي الناس ما لها غير لسانها، والناس اصلا مسحوبه من لسانها. اللي بده شيء منك يتفضل يجي ياخذه، اللي له عندك شيء يتفضل يجي ياخذه، اللي ما له في مين يخرسه اذا غلطها. ماشي ان شاء الله خير. شوفي يا اختي اماني وامانه الصعبه، ترى انت يلا دستي بساط اختك سعاد، وهذا البيت سبره بسبر بيتك. وهي عم احكي مو قدام سعاد، انا عم احكي بلسانها وعنها. البيت بيتك اختي، كتر خيركم. يلا اسمحوا لي. استني شوي اختي، سليم هون؟ ايه. بيوصلها لتم باب البيت وبيرجع، هيك بتوصي وبيرجع ان شاء الله. سلام عليك. لك شهود شو؟ على شو بصمعي؟ والله ما بعرف. لك عم يقول شهود وما شهود. هن 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 حكوا بالباقي هو وهذا المحامي يعني؟ ايه 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 ها ها. ولك نعمة؟ نعمة؟ لك نعمة؟ تعالي هون ولي قولي لي على شو بصمتي؟ ولك على شو بصمة؟ ولك احكي لا تجننيني جاوبي. مشان قعود. شو قعود؟ قال ما بتطلع للورقة. شلون؟ شو عم تحكي؟ ليش؟ منين طلع لي بهالشغلة؟ قال بده لك شو بده؟ بده سيف حد الضلالي. شو بده؟ بده يجيب شهود مشان يشهد انه قاعد مو خرج يعني مو خرج يورد. يخرب بيته من حاله، شو قلنا ناقص وبالحرام؟ لك حتى ابنك حرام ما بيعمل هالعملة، وانتي ولا نعمة؟ ان شاء الله بصمتي له. والله يا خالتي جبرني. جبرك؟ الله لا يدر لك بركة، الله لا يوفقك يا نعمة. روحي روحي من اللعبة خلدي روحي. اخ بس اخ لو كان هون، يا ريته كان هون. بس شو عليه؟ بيعرف حاله جردون، جردون بيسرق اللقمة وبيغط بالششامي وبالكهاريز. تيه عليك. الله يرضى عليك يا ابني، دعوة فقدان أهلية. ايش اخي بس ما بعرف انه هيك مسمينا او ما بعرف يعني. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اعوذ بالله من الطمع من شر الطمع. يا لطيف يا لطيف، المال شو بيساوي البني ادم؟ بوس ايدك يا شيخي، شو اعمل؟ لا هذا صار لازم يوقفوا عند حده، هاللي عم يعمل وعم يغضب رب العالمين بعرشه والعياذ بالله. طولي بالك يا اخي لنشوف شو بدنا نساوي، وان شاء الله بيصير خير. ان شاء الله. روح يا ابني تيسر على شغلك، ما بصير تتركه. لا لا شيخي ما بدي اياه يروح بلا ما يعلى هو وياه او يورطوا بشي. لا تاكلي هم يا اختي لا تاكلي هم، انا رايح معه على طريق فاهمه شو بتصرف. وردة بالاذن. قهوة من ايدين مرتي. غير مرة يا قعود غير مرة ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخي. اشربي حبيبتي روقي دمك. الله لا يشعل خير على قد ما قهرنا، الله لا يوفقك. يلا يلا اذكروا الديب وهيروا القضية، إجا غراب البيت.
مسافر يا الخانوم؟ عم تبعتي لي الشيخ راؤوب لعندي على البايكه؟ لو مصدق حاله الثاني عامل لي مفتي وقاضي، لك والله واللي اسمه الله. لا تحلي، محلوف عليك ليكك، فايت لنا مثل الجيش عرمرم. بس شو، ما بتتقوى غير على الحريم والنسوان. هلا انا ماني جاي اخذ واعطي معك، هنن كلمتين. البيت رح يتقسم، يعني رح يتقسم، والبايكه ممنوع يجي حدا لعندي، عم تفهموا؟ ولا انا ابو سليم. ولك سمعني سكوتك انت، مو ناقصني جدبانه تحاكيني. لا بالشوم عليه، هيك عم تحكي مع قاعود؟ ما فشرت يتقسم هذا البيت؟ انت ما دخلك لا بالبايكه ولا بالشغل كله. نحن مين ما بدنا منشغل عنا، ومين ما بدنا منحط معلم، ومثل ما روسناك منروس غيرك. ايه لا لا، انت ما عاد ينحكى معك بنوب، ومن عمي ومي حطي على راسك وضبي غراضي وخلينا نتيسر، وخليني اشوفك بكره بالمحكمه شو رح تعملي. لك يلا وليك، ومي خلصيني بقى. لك خلك يا نعمه، نعمه ما لا رايحه معك، وهذا الندل خلص ومياته هون. وانت يا حميماتي ما لك دخل بورثتنا وباملاكنا وبارزاقنا، عم تفهم ولا؟ تقسيم للبيت ما في ما في ما في. وبالنسبه لقاعود، فكرك رح مرق لك اياها قصه انه هو ما بيورث؟ أنا مو رايحة معك، وما عاد بدي إياك، وهلا بدك تطلقني. شو؟ عم تطلعي عن شوري يا أخت الأجداب؟ لك والله لا حسب الله ما خليت. عم تعملي ما بدنا تذكر واحد يقول الثاني ما بقول مسلمين، خصوصي انت يا فريال الشمتي. فوت استاذ فوت، ما في حدا بيتغطى. انت شو جابك لهون؟ شو جابني لهون؟ معي امر اني اجيبك موجودا واشحطك على المخفر. وليش بقى؟ لك المشكله كبيره، اهل بيت حماك مدعين عليك انه انت بتهجم عليهم وضارب مرتك لحتى مسقط الولد. لك وانت بتصدق هذا الحكي؟ خلاص روح هلا بجي. لك امشي معي، امشي. شو روح يا زلمه؟ امشي. خلاص مزيان تعال. لا طلع شيء مجرم، واحد عم تمشي كمان. امشي معي، امشي. الله يخزيك. هاي.